السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. مصدر ميداني قال إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على جبل الغول واستكملت تحرير الجبال المطلة على منطقة حذية. وأضاف المصدر أن المقاومة تمكنت من أسر قيادي في ميليشيا الحوثي يدعى أبو طه مع اثنين من مرافقيه في موقع النمص بمنطقة المنقطع. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تنجح قوات الجيش الوطني بتحرير البيضاء بعد نجاحها في شبوة؟ وما الذي يعنيه تحرير البيضاء في معركة استعادة الشرعية؟ إذن سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع، وباتت على مشارف منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم وسط محافظة البيضاء. قائد اللواء 19 العميد علي الكليبي أكد تحرير قوات الجيش الوطني لأجزاء واسعة من مديريتي ناطع ونعمان شرق المحافظة، ولا يزال التقدم مستمراً والمعارك على أشدها وسط تقدم كبير لتحرير بقية مديريات المحافظة. قبل البدء بالنقاش مع ضيوفنا نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نعود. تقدم لا يتوقف للجيش الوطني في شرق البيضاء. الأنباء الواردة من هناك تؤكد أن الجيش فرض سيطرة شبه كاملة على مديرية ناطع، وأن المعارك تدور فيما تبقى من مديرية نعمان وسط اندحار كبير للميليشيا من مواقعها في هاتين المديريتين. أحمد الله، تم السيطرة على مركز مديرية ناطع، ولم يتبقى منها إلا حوالي 2 كيلو متر، ولا يفصل بيننا وبين الخط الفاصل عن خط بيحان البيضاء القندع إلا حوالي 3 كيلو متر، وسوف يتم تطهير هذا المناطق المتبقية إن شاء الله، والمعنويات عالية عند الشباب. خاض أفراد اللواء 19 وكتيبة النخبة معارك شرسة على أطراف مديرية ناطع، وبالتحديد عند منطقة حذية، وتمكنوا من تحريرها وتحرير جبل الغول الاستراتيجي واستكمال تطهير الجبال المطلة على المنطقة والتي تشرف كذلك على منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم الواقعة إلى الغرب من ناطع. عشرات القتلى والجرحى وأكثر من 100 أسير من ميليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا في المواجهات التي دارت في منطقة المنقطع، في حين استعاد الجيش والمقاومة سيارات عسكرية و40 قطعة سلاح كلاشينكوف و4 معدلات كانت بحوزة الميليشيا. إعلام الجيش الوطني أفاد بأن أفراد كتيبة النخبة ألقوا القبض على المشرف العام لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء المدعو أبو طه واثنين من مرافقيه في موقع النمصة بمنطقة المنقطع، وهو الآن يتلقى العلاج في أحد مشافي بيحان من إصابة في رجله. ومع كل تقدم للجيش في هذه المناطق تتضاءل الفرص أمام الميليشيا للإبقاء على خطوط الإمداد التي كانت تغذي حربها المستمرة على اليمنيين منذ أكثر من 3 أعوام. معارك البيضاء جزء من خطة عسكرية يقول قادة الجيش الوطني إنها تهدف إلى تحرير المحافظة بالكامل من عناصر الميليشيا، وهو هدف من شأنه أن يضيق الخناق عليها ويقود إلى تواصل العملية القتالية باتجاه المعقل الرئيس للميليشيا في صنعاء. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من بيحان الصحفي المرافق لقوات الجيش الوطني معاذ المقطري. سيد معاذ، مساء الخير. مساء النور سيد معاذ. يعني في البداية لو تحدثنا عن آخر المستجدات في جبهة بيحان والبيضاء بشكل عام. نعم، هو كما ذكر التقرير أنه تم تحرير معظم مديرية ناطع، وهذه المدينة طبعا من الشرق والبيضاء باتجاه تبعد عن مركز بيحان العليا حوالي 35 كيلو. نعم. هذا طبعا بالنسبه لجبهه بيحان، هناك يعني تحرك حصل قبل 3 أيام في او قبل في 1 يناير في الميسره. الميسره هي يعني محور تتحرك من بيحان العليا باتجاه ناطا، وتم تحرك القوات اعتقد بذلك الشيخ بربو المنصوري عليه صالح بربو المنصوري، والتقدم حصل على مستوى التحرير حوالي 6 كيلو متر في ناطع، وهذا طبعا منطقه مهمه جدا. بعدها تبدا منطقه صبحه كما ذكر التقرير، ومن صبحه يمكن خنق الحوثيين في الجندع. يعني هذه المنطقه
تم تحريرها هي في رأس الحرب الحصان، ونقطة منطقة الموجة التي هي باتجاه نعمان، يعني بحرب ليست يعني الميمنة بالنسبة إلى سريحان. هذه المنطقة من أجل يعني منطقة الساحة هذه اللي هي في أسفل الجندع، يعني الحوثيين قادرين على ضربه في بالهاون من مسافة بعيدة. تحرير ناطع يعمل التفاف على جبل الجندع، وسيتم خلط الحوثيين من هذا الاتجاه، وإذا لم ينسحبوا خلال هذه اليومين أعتقد أنهم سيحاصروا في هذه المنطقة. نعم، لكن سيد معاذ، يعني لو تعدل مكانك هناك ضعف في الصوت في سماعك بشكل جيد، لكن سؤالنا الآخر هنا، يعني ما الذي يعنيه تقدم الجيش الوطني في محافظة البيضاء؟ هذا التحرك اللي حصل مؤخرا هو أعتقد أنه استكمال لمعركة تحرير بيحان، لأنه لا نستطيع أن نقول أن معركة تحرير البيضاء بدأت، لكن تأمين تحرير بيحان أعتقد أنه تم وسيتم بصورة نهائية لتحرير جبل الجندع بشكل كامل، بحيث أنه لا تكون منطقة في بيحان أو في مناطق في وادي خير في مرمى مدافع الحوثيين. يعني هذه المعركة استكمال لعملية تحرير بيحان، أصبح الآن تحرير بيحان مؤمن، نستطيع أن نقول أنهم من ناحية معركة تحرير البيضاء أعتقد أن هناك عملية عسكرية واسعة ستمتلئ عليها هذه القوة التي قامت بتحرير بيحان، ستشارك ايضا بتنسيق مع المقاومه الشعبيه في البيضاء، واعتقد انه الشروط الموضوعيه والواقعيه لتحرير البيضاء قد نضجت الان، واصبح المشهد واضح، وتجربه تحرير ريحان تعطي دافع كبير جدا لتحرير البيضاء من حيث الانهيارات الكبيره جدا اللي حصلت في صفوف الحوثيين والعتاب الذي سمعهم، وكما ذكر الموضوع سكر انه في ناطا ايضا تم ترك الحوثيين معداتهم وانسحبوا، وهذا طبعا استكمال لنفس المسلسل اللي حصل في بيحان، يعني سيتم تحرير البيضاء بنفس الطريقه التي تم فيها تحرير بيحان، سيتم على اعتقد انه سيكون هناك انهيارات كبيره جدا لصفوف الحوثيين، لكن هذه المعركه من الناحيه العسكريه لم تبدا بعد، يعني تحرير البيضاء. نعم، لكن سيد معاذ، يعني مع هذا هذه الانكسارات المتتاليه والانهيارات في صفوف الميليشيا من شبوة وحاليا في البيضاء، يعني ما هي حجم القوه التي تمتلكها الميليشيا حاليا في محافظه البيضاء والتي تواجه بها تقدم الجيش الوطني؟ هو طبعا في هذه الصفحات معهم طبعا مركز قوي جدا، امداد وتعزيزات و مركز السيطرة والتحكم معه، تحرير المواقع يلعب دور كبير جدا في خلق هذه القوة. طبعا في بيحان لم يتوقع الحوثيين انهم سيخسروا المواقع هناك، وهذا طبعا مسافة كبيرة جدا، لكن خسروها، وهذا طبعا هناك أكبر تمركز من قوة الحوثيين كانت في بيحان، هم يعني كانت المواقع العمانية المؤذحة لدرجة أنه كانت عندهم يعني مصانع صغيرة، معامل صغيرة لتطوير الصواريخ كذا، يعني كان تحريرهم وكان وجودهم في بيحان يعني أنهم باقوا هناك يدرب، لكن تم انهيارهم والقوة التي تم تدميره والدفاع اللي تم تدميره في بيحان كبيرة جدا، يعني في بيحان أعتقد أنه سيكون هناك نفس القوة التي كانت موجودة في بيحان، لكن مع عدم وجود حاضنة شعبية للحوثيين طبعا في البيضاء أكثر الحاضنة أضعف من بيحان، يعني كاسك بيحان، فأعتقد أن هذه القوة أيضا سيتم تدميرها وستنهار القوة في البيضاء لو بدأ التحرك العسكري بشكل كامل، يعني تحرك عسكري وفي خطة مدروسة وفي أدوار متكاملة من قوة الجيش والمقاومة كما حصل في بيحان. نعم، لكن سيد معاذ، يعني هناك من يرى أن السيطرة على محافظة البيضاء بإمكانه أن يغير من المعادلة العسكرية بين قوات الجيش والميليشيا لما لها من أهمية كبيرة. نعم، إذن كنت قد سألتك، يعني أن هناك من يرى أن السيطرة الكاملة على محافظة البيضاء يعني بإمكانه أن يغير من المعادلة العسكرية بين قوات الجيش والميليشيا لما لها من أهمية كبيرة المحافظة. هذا طبعا أكيد، لأنه محافظة البيضاء يعني محافظة وسط اليمن، يعني هي يعني
حدود مع يعني أشد واحد في القليمات بتحرير البيضاء كنا بيسعى قوات الجيش والمقاومة الشعبية قطعت يعني الإمداد عن الحوثيين لجنوب اليمن يعني غير واسعي ويعني بالنسبة للجمار بتكون تحت يعني هنا الجبال محيطة اتجاه البيضاء يتم السيطرة عليها في البيضاء سيتم أيضا سيبقى الحوثيين على حدود جمار وآخر لحظة تقول لهم الحوثيين يحكموا على يعني كبيرة الحوثيين تحصل لهم في جمار هذا يعني أنهم قد أيقنوا أن هناك معركة تقتل بنا في البيضاء معركة تحرير كبيرة وأن هذه المعركة سيكسبها الجيش الوطني وينقطع إمدادهم عن الإرهاب وعلى طبعا حتى المنطقة مقطوعة عنها الإمدادات يعني إذا تم قطع الإمداد عن الحوثيين عن الإرهاب فبدها تتحرر يعني بتحرك يعني عسكريا هو هذه الآن مخلوقة السبب أنه لا يوجد حق إمداد بالنسبة للشرعية من الجنوب. نعم، إذن أشكرك جزيلا من بيحان الصحفي المرافق لقوات الجيش الوطني في بيحان ونعتذر يعني كثيرا على رداءة الصوت من المصدر، لكن مشاهدينا هناك تقدم كبير في محافظة البيضاء لقوات الجيش، القوات وصلت إلى القرب من مديرية الملاجم في وسط المحافظة. إذن مشاهدينا سينضم إلينا الآن الصحفي ياسين التميمي. سيد ياسين مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد ياسين، يعني كيف تنظر إلى سير المعارك في محافظة البيضاء؟ مؤشرات المعارك هناك يعني مشجعة جدا، والجيش فيه تقدم كما تفيد الأنباء، والتقدم مهم جدا لأنه يحدث في منطقة وعرة، وهذا يدل على أن الحوثيين في وضعية حربية متضعضعة في هذه المرحلة، خصوصا أنهم فقدوا المشرف عن المحافظة في المواجهات التي دارت خلال الساعة الماضية. الأهم من هذه المعارك أنها تدور في منطقة حيوية بالنسبة للحوثيين، لأنها تتحكم بطرق إمداد مهمة ظلت تستفيد منها الميليشيا في تغذية حروبها ضد الشرعية واليمنيين لمدة 3 سنوات تقريبا. لهذا أنا أعتقد أن المواجهات ستستمر والجيش سيتقدم، وهناك خسارة واضحة وتضعضع من جانب الحوثيين كما تشير الأنباء في هذه الأثناء، وأتوقع أن يتم ربما الحسم في البيضاء قريبا. نعم، لكن سيد ياسين هناك من يرى أن السيطرة على محافظة البيضاء بشكل كامل يعني سيغير بشكل كبير من واقع المعركة في ما بين الشرعية والإنقلابيين. بالتأكيد محافظة البيضاء كانت عمق استراتيجي مهم للحوثيين، وعندما كان لا يزال هناك مديريتين رئيسيتين وكبيرتين جدا هي بيحان وعسيلان في الجزء الشمالي الغربي من محافظة شبوة، كان هذا يعزز من التفوق النوعي للحوثيين، خصوصا وأنها هذه المناطق كانت تتيح تواجد هؤلاء أو مقاتلي الحوثي وأسلحتهم على مقربة من تمركز القوات الشرعية في مأرب، وبالتالي كان لديهم قدرة على التحكم بخطوط الإمداد وعلى إحداث تحولات عسكرية مهمة وعلى إطالة أمد المعركة مع القوات الشرعية ومع التحالف. ولهذا أنا أعتقد أن التقدم الذي حدث هو حدث لأن هناك قرار سياسي اتخذ من جانب السلطة الشرعية والتحالف، ومن ثم سيترتب على التقدم العسكري وفقدان الميزة الاستراتيجية لدى الحوثيين، خصوصا وأن مصدر إمداد مهم جدا كان يصلهم من سواحل بحر العرب لم يعد متاحا الآن بعد التقدم العسكري الهائل وسيطرة الجيش على خطوط الإمداد الرئيسية التي تصل شبوة بالبيضاء ومن ثم إلى ذمار وإلى صعدة وصنعاء ومن ثم إلى صعدة. كان هذا الخط نشط جدا، وكان منه يتم تهريب المشتقات النفطية بأنواعها، وكان يتم تهريب الأسلحة أيضا بأنواعها والأفراد والمعدات إلى آخره،
لهذا أنا أعتقد أنه التقدم نوعي، الإنجازات نوعية، النتائج المباشرة للمعارك التي تدور في البيضاء ستكون مهمة ومؤثرة بالنسبة لمعنويات والإمكانيات العسكرية المقبلة للحوثي. نعم، لكن سيد ياسين لو تحدثنا عن الإمكانيات التي أو الدعم الذي قدم لهذه المعركة، هل يعني هذا ما قدم لهذه المعركة كافي لأن يحسم الجيش الوطني المعركة لصالحه في ظل هذا الدعم المقدم؟ هناك تدخل مكثف من قبل الطيران، وهذا شهدناه في مواجهات بيحان وعسيلان، وعندما تتوفر التغطية الجوية الكبيرة والمكثفة من جانب التحالف، وعندما يكون هناك إسناد ميداني بأسلحة نوعية ميدانية، وهذا ما رأيناه خلال مواجهات الأسبوعين الماضيين في شبوة ومن ثم المواجهات اللي انتقلت إلى البيضاء، كلها تشير إلى أن الدعم متواصل وبالتالي التقدم يحدث في كل الجبهات. عندما يتوفر الدعم والتغطية الجوية التقدم يكون سهل بالنسبة للجيش الوطني، وبالتالي يعني تنقلب المعادلة لغير صالح الحوثيين ويحدث هذا التقدم وهذه الانتصارات التي نراها. نعم، لكن لست متأكدا ما إذا كان هذا المستوى نفسه خصوصا الذي رأيناه في بيحان هل سيستمر في البيضاء أم لا. أعتقد أيضا هذا يرتبط بالقرار السياسي للشرعية والتحالف. نعم، لكن لا نستطيع قياس القرار السياسي من خلال ما يحدث حاليا في محافظة البيضاء، كون يعني بين فترات أخرى هناك جبهات تتحرك ومن ثم يعني تتوقف في لحظة معينة. كيف تنظر أنت للواقع في محافظة البيضاء ومن المعركة التي كانت بدايتها بيحان حتى وصلت إلى هناك؟ الأمر مختلف تماما الآن. المعركة التي كانت تدور في البيضاء خلال الأشهر والسنوات الماضية كانت تعتمد على جهد مقاوم محلي ومبادرات من أبناء المقاومة، والتي شهدناها لأول مرة. طبعا أول اشتباك مسلح دار مع الحوثيين كان في محافظة البيضاء في الرداع وقيفة والمديريات المختلفة التي السبع المديريات الموجودة في قسم رداع من محافظة البيضاء. ثم انتقلت المواجهات فيما بعد إلى الزاهر، إلى مديرية الزاهر وادي ناعم وإلى مكيراس، ولكنها ظلت مواجهات متقطعة. كان هناك تدخل من جانب التحالف من وقت لآخر، وكان هناك ضرب للمخازن الأسلحة ولمعسكرات الرئيسية للإنقلابيين في محافظة البيضاء، لكن لم يكن هناك قرار واضح فيما يتعلق بحسم المواجهة في البيضاء. ولنكن صريحين، كان التحفظات ربما من جانب أفراد في التحالف بادية فيما يتعلق بالحسم العسكري في هذه المحافظة، بل أن هناك تغطية حتى لمهمة الحوثيين في تلك المحافظة باعتبارهم مواجهون ربما عناصر متطرفة. اليوم الأمر مختلف تماما، اتضحت الصورة، هناك تقدم منظم للجيش الوطني، هناك اتصال واضح بين منطقة محررة تقع إلى الغرب من البيضاء وهي محافظة شبوة، وبالتالي الجيش يتمتع بإمدادات متواصلة من هذه المنطقة. والتحرك باتجاه البيضاء أعتقد أنه مرتبط بقرار سياسي قضى بعدم تمكين الحوثيين منذ اليوم من السيطرة على محافظة البيضاء، وبالتالي حرمانهم من ميزة السيطرة على خطوط الإمداد، وبالتالي نحن أمام تحول مختلف جوهري فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية التي تشهدها محافظة البيضاء في هذه المرحلة. نعم، إذن المحلل السياسي ياسين التميمي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا يعني نعتذر على مشاكل الصوت التي رافقت الاتصالات في بداية الحلقة، وكان يفترض أن يكون معنا محافظة البيضاء السيد صالح الرصاص، لكن هناك مشكلة فعلية في الصوت لم نتمكن بالتواصل معه. وهنا نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي، كان معنا المحلل السياسي ياسين التميمي من مدينة إسطنبول، وأيضا الشكر لمعاد المقطري صحفي مرافق لقوات الجيش الوطني في بيحان. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه.